بس البدايه كانت مهمه انك بداية تعمل مهمة. الاكاديميه. وعندي طلب دلوقتي من لعيبه كتيره جدا عايزين يجوا عايزين الاكاديميه عشان يلعبوا باسم النادي الاهلي. هم ايه لعيبه يلعبوا في لعيبه منتخب عايزين يتمرنوا مع الاكاديميه وعايزين يجوا وتعمل فريق وتشترك في بطوله الدوري وعايزين. بس طبعا ده قرار سابق الاوان ولازم مجلس الاداره يوافق عليه، لانه انت عارف النادي الاهلي لما يشترك في اي بطوله لازم يكون عنده الهدف، هل هو هيحقق بطوله ولا مشاركه بس. فدي حته مهمه جدا، هل هنقدر ننافس؟ هل هتبقى فيها اعباء ماليه على الكوره مثلا؟ هل انا فاكر كاب صالح سليم مره قلنا له الفيفا طلبت انها انك تعمل اكاديميه باسم النادي الاهلي عشان تنشرها في افريقيا، قال لي انا ما اقدرش اصرف على كره القدم للرجال والنساء في نفس الوقت، هضطر بقى ادفع مرتبات للكره النسائيه ومدربين للكره النسائيه ونشتري لعيبات وكده. فكانت عمليه صعبه لانها بتكلف طبعا فبالتالي هل 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 العائد منها هيكون يجزي ولا لا؟ ده لازم يدرس خلال فتره لازم عايز دراسه طبعا، وعايز برضو شركه الكوره تتدخل في هذا الموضوع مستقبلا ان شاء الله. قطاع الاكاديميه قطاع مهم، قطاع استثماري وكمان اكتشاف المواهب. خلال الفتره اللي فاتت في لعيبه صعدت او لعيبه طلعت شافها المدرب بروكيتش المدير الفني الاجنبي، القطاع بدات تتعرض عليه وبدا يلفت نظره لعيبه. هو عشان انا اكون صادق معك، لعيبه الاكاديميه لا يمكن ينافس لعيب في القطاع، لانه عدد ساعات التدريب في الاسبوع او في الشهر بالنسبه للاعب الاكاديميه اقل بكثير جدا من لاعب بيتمرن خمس ايام وبعدين بيلعب دوري. ولكن اللاعب الموهوب واللاعب الكويس قوي انا بحتفظ بيه لحد فتره معينه، والجهاز يعرف قطاع الناشئين يعني لازم يكون عارف الوقت اللي ممكن من خلاله يقدر ينتقل اللاعبين دي عشان يدفع بيها في القطاع عشان يرفع من مستواه. انا قررت الفتره القادمه ان شاء الله كل اللعيبه المميزه عشان اديها جرعات تدريبيه كافيه هيبقوا لوحدهم، ايوه، وهجيبهم يومين زياده كويس عن الايام اللي موجوده عشان يستطيع لما يطلع القطاع يبقى عنده القدره على انه ينافس على الاقل بقدر معين، مش ممكن يبقى زيه بالظبط ولكن ممكن يكون قريب ليه. وانت عارف الفروق الفرديه مع السنين بتتغير، ممكن واحد السنه دي تلاقيه قليل واحد يعني احسن منه، هتنتقي اللعيبه المميزه هيبقى لوحدها تاخد البرامج التدريبيه لوحدها بحيث ان دول ممكن يبقى فيهم امل ان ممكن يلتحقوا بعد كده. وبالتاكيد هيزيد طبعا، لانه كل ما اللعيب يتمرن اكتر وكل ما يلعب دوري اكتر وكل ما يلعب مسابقات اكتر. لان خلاص انا قررت ان اعمل دوري ثابت البطل، قررت ان اعمل دوري. شفنا السنه اللي فاتت دوري مؤمن زكريا بصراحه كان ناجح جدا الحقيقه، حلو قوي، وكان معمول على طيبه جدا صراحه، وطلعت منه لعيبه وراحت القطاع بصراحه حقيقه. فالسنه دي هعمل دوري كابتن ثابت البطل عشان انتقي اللعيبه للقطاع من خلالها. لكن في هذه الفتره قلت لك ان انا هجيب اللعيبه المميزه منفرده تمام في يوم من الاسبوع او يومين من الاسبوع تدريبات اضافيه ان شاء الله. اخيرا كابتن شطه، يعني طموحات كابتن شطه هو المدير الفني هو المدير اكاديميه الاهلي، طموحاتك ايه؟ نفسك تشوف اكاديميه النادي الاهلي ازاي؟ نفسي ارفع من مستوى التدريب للمدربين، لانه المدرب محتاج لحاجه اسمها ريفريشر كورسز، تدريبات تنشيطيه متواليه. المدرب لو ما خدش دورات تنشيطيه بيتوقف عند حد معين. فانا بقى الحمد لله عندي البرامج التدريبيه وانا متواكب مع كل زملائي في القاره الافريقيه وداخل القارات الاخرى. احدث طرق التدريب واحدث التدريبات بتجي الحقيقه بصفه مستمره جدا. ان شاء الله طموحي ان انا اخلي المدربين عندهم طول الوقت البرامج التدريبيه دي بصفه مستمره، تدريبات تفيد اللاعب الحقيقه في المراحل السنيه الصغيره دي. واحنا بنتمنى لك كل التوفيق كابتن شطه، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامه، الله يخليك حبيبي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده.